عشان برضو ما ممكن نسودهاش. ما نسودهاش. ممكن الاهلي يتاهل بالمناسبه، بس طبعا على المدى البعيد احنا شايفين ان في حاجات كتير غلط محتاجه تتعدل وتتظبط. بس فرص التاهل ازاي يا كريم؟ طبعا احنا كنا اتكلمنا معاكم في الحلقه اللي فاتت عن الاحتمالات كلها، بس هنعيد تاني عشان خلاص ده بقى وضع قائم، بقى وضع قائم، وضع دلوقتي. قائم حاليا دلوقتي خلاص بقى رسميا سان داونز متصدر المجموعه محمد برصيد 10 نقاط، ونادي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، مظبوط، النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والقطن في المركز الاخير بدون نقاط. الجوله الجايه النادي الاهلي هيلعب اولا مع القطن في جروه يوم الجمعه القادمه، ويوم السبت سان داونز سيحل ضيفا على نادي الهلال السوداني في السودان. النادي الاهلي خلاص اصبح مطالب ان هو يكسب المباراتين للقطن وبعديها الهلال. مصير النادي الاهلي اصبح في ارجل لاعبي سان داونز تاني، بمعنى مصير لاعبي النادي الاهلي والنادي الاهلي في دور المجموعات اصبح في ارجل لاعبي سان داونز يوم السبت. سان داونز يوم السبت انتصر او تعادل مع الهلال في ارضه، والاهلي كسب القطن في جروه يوم الجمعه، هيبقى النادي الاهلي مطالب بحاجه من اتنين. لو سان داونز كسب يبقى الاهلي محتاج انه يفوز باي نتيجه على الهلال في الجوله الاخيره، هيصعد باي نتيجه اذا سان داونز كسب الهلال في السودان. ولو تعادلوا؟ لو تعادلوا هيبقى النادي الاهلي مطالب بالانتصار على الهلال السوداني في الجوله الاخيره 2-0. فرق هدفين، فرق هدفين عشان يعدي هزيمه الهدف نظيف اللي حصلت له في السودان. الجوله الثانيه. طيب هتسالني يا محمد على توقعي الشخصي سان داونز عايز ايه؟ سان داونز بعد خلاص ما ضمن التاهل رسميا ليه دور الثمانية أصبح هدفه الثاني في وجهة نظري هو الإطاحة بالنادي الأهلي من دور المجموعات. ليه؟ عشان النادي الأهلي لو صعد للنوك أوت هتلاقي فريق مختلف عن الفريق اللي انت بتتفرج دلوقتي، الدوافع هتختلف، الأخطاء هتقل زي ما الأهلي كان بيحصل فيه خلال السنتين اللي فاتوا. وإحساسي حتى من الشحن الجماهيري والشحن اللي عند مسؤولي سان داونز في ماتش، وهو حقه عشان نكون صراحة، حق مشروع، مادام حق مشروع حقك تعمل انت عايزه. هم مش عايزين الاهلي يكمل لان الاهلي بيتحول في ادوار الثانية. نقطة بس ممكن اختلف معك فيها، فضل. انا اتفق مع كريم ان سان داونز اكيد من مصلحته الاهلي ما يكملش، بس سان داونز لو طلع تاني نفترض ممكن طيب. لو تعادل احسبها معك. يعني مثلا لو مش هقول الهلال كسب، ما لو الهلال كسب خلصت. لا لسه يبقى الهلال عنده كام نقطه؟ لا لو الهلال كسب هي خلصت بالنسبه للاهلي، خلصت بالنسبه للاهلي، خلصت. سان داونز الصداره ما راحتش بالظبط كده، لسه الهلال يبقى عنده كام نقطه؟ هيبقى عنده 12 والسان داونز هيبقى عنده 10. سان داونز عنده القطن اخر ماتش، يبقى هيوصل النقطه 13. لو الهلال اتعادل مع الاهلي هنشوف هو كسب سان داونز كام بالظبط كده. لو اتغلب، بس هي فكره ايه حسبه ان السان داونز يبقى تاني دي هتخليه يصطدم بالترجي او بالوداد او بالرجاء، مع كامل احترامي. فانا متوقع ممكن يلعب على التعادل، مع كامل احترامي. انا ما اشوفش يعني الترجي لغايه دلوقتي مع اسبق، يعني مش الفرقه الثقيله بكل امانه، يعني مجموعتين الزمالك شايفين المستوى متقارب رغم كل المشاكل نادي الزمالك فيها وفي الصفقات، وكان قدر انه يكسب الترجي 3 مظبوط، وما فيش، انا اسف يعني، هو الترجي خسر حظ ولا تحكيم ولا بتاع، لا خسر كوره ماشي. طيب فالرجاء شايفين مستوى يعني في المجموعة ده ممتاز جدا، 10 اهداف كلين شيت 4 انتصارات، بس كل امانه مفيش مجموعه ضعيفه، مفيش منافسين بحريه، بدليل ان الرجاء على مستوى الدوري المحلي متاخر جدا جدا جدا. نادي الوداد رغم البدايه السيئه وطبعا الخروج من المونديال وبتاع، بس بدا يعود في مجموعه ومتصدر الحالي، فربما يكون الوداد هو المنافس الابرز للوداد. وخلي بالك كده هيلعب. طب توقعاتك للمباراه المصريه دي، سان داونز الهلال؟ سان داونز الهلال، الهلال هيكسب سان داونز، افتكروا الهلال هيكسب سان داونز 2-1، وانا اتوقع الهلال هيتعادل مع سان داونز ويبقى المباراه الاخيره الاهلي والهلال هنا في القاهره، وغالبا هتبقى ممكن في رمضان ان شاء الله باذن الله، هتبقى في رمضان باذن الله. ساعتها الاهلي بقى الكره في ملعبه، يعني انت الهلال جاي لك 10 نقط وانت ان شاء الله كسبان، انت لازم تكسب القطن اصلا كده كده، يعني ان شاء الله هتبقى 7 نقط الهلال جاي لك، لازم انت تكسبه على الاقل 2-0. ده لو دخلنا في موضوع المواجهات المباشره، وهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، لكن التاهل ده هيبقى مسكنات، لكن الفريق محتاج تصحيح بجد، وتصحيح بكل امانه، بكل امانه محتاج تصحيح في اداره الكره
اكتر ما نتكلم على فنيات الكره. فنيات الكره. كريم انا بشكرك. ميرسي يا احمد. شكرا جزيلا. وباذن الله نلتقي في حلقات اخرى تكون النتائج افضل شويه عشان نبدا نتكلم على فرص الاهلي، ان الاستمراريه في بطوله افريقيا مهمه جدا في ظل ان الصوره ضبابيه في الكره المصريه في جميع النواحي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.